من جديد، أثبتت شرطة دبي أنه لا وجود للجريمة الكاملة في قاموسها. فقد كشف سعادة الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي في مؤتمر صحفي تفاصيل جريمة القتل المعروفة بقضية الجزار التي ذهبت ضحيتها خادمة فلبينية على يد قريب لها. بالنسبة للصعوبة في كشف القضية، طبعا قضية لم تكن تحمل رأس ويدين، طبعا هاي سببت لنا نحن نوع من الإزعاج بالنسبة لعملية تحديد هوية المجني عليه، وكان هدفنا أن نتحدد هوية المجني عليه ومن ثم تبدأ عملية البحث. قدرنا نكتشف أن هي طبعا حددت هويتها، وعلى ضوء تحديد الهوية بدينا نشتغل من الأشخاص اللي لهم قرابة ومرتبطين بقرابة أو بصلة أو بعلاقة مع المجني عليها، وعلى ضوء هذا تم كشف القضية. وفي لقاء مفتوح بين سعادة الفريق المزينة حول السعادة والإيجابية، حضره عدد من مساعدي القائد العام ومدراء الإدارة العامة ومراكز الشرطة وكبار المسؤولين والضباط بشرطة دبي. وأكد سعادته أن القائد السعيد يبعث السعادة والإيجابية بين الموظفين، وأن التواصل المباشر بين المسؤول والموظف يعزز انتماءه للمؤسسة ويرفع من إنتاجيته. قال سمو الشيخ محمد أن السعادة الإيجابية أسلوب حياة والتزام حكومي وروح حقيقية توحد مجتمع الإمارات، مضيفا سموه أن منظومة العمل الحكومي تتطور لتحقيق الغايات التي يسعى لها كل إنسان، وهي السعادة له ولأسرته. وفي إطار التطبيقات الذكية في العمل الشرطي، اعتمد سعادة القائد العام لشرطة دبي الخوذة الذكية لدوريات فرق الدراجات الهوائية بالإدارة العامة لأمن الهيئات والطوارئ والمنشآت. وأبدى سعادته إعجابه بتقنيات الخوذة الذكية وأهميتها في إنجاز الأعمال الأمنية والشرطية بسرعة وأمان. عقد سعادة اللواء عبد الرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات بحضور سعادة اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله أن فعاليات الدورة 12 لملتقى حماية الدولي ستنطلق يوم الاثنين القادم. طبعا نحن راح نستعرض في ملتقى حماية 12 لبحث قضايا المخدرات موضوع مهم وهام جدا، اللي هو المنشطات والأمفيتامينات على المستوى الإقليمي والمستوى الوطني والمستوى الدولي. موضوع المنشطات والأمفيتامينات تحدي كبير يمثل لجميع أجهزة مكافحة المخدرات محليا ودوليا، من حيث أن حاليا سنويا كل سنة تدخل مجموعة جديدة من المخدرات خاصة التخليقية، مما يمثل تحدي كبير لأجهزة مكافحة المخدرات. دعا سعادة اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدري مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في ورقة علمية ألقاها في المؤتمر العاشر لأجهزة إنفاذ القانون في مكافحة جرائم الملكية الفكرية في لندن، دعا المجتمع الدولي لمواجهة القرصنة الفكرية بقوة للحد من الخسائر المادية الفادحة التي تنجم عنها. في إطار تعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة والارتقاء بالخدمات الأمنية والمرورية، أضافت شرطة دبي لإسطول دورياتها عددا من سيارات تويوتا اف جي كروزر 2016 بحضور اللواء طيار أنس المطروشي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ وعددا من كبار المسؤولين بالإدارات.